الحديث إذن عن تفشي فيروس كورونا والجهود التي تبذلها الحكومة مع تحذيرات بانهيار المنظومة الصحية بسبب تزايد أعداد المصابين. معنا هاتفيا من بغداد الطبيب دكتور إبراهيم سليمان، مرحبا بك دكتور إبراهيم. إذا مفوضية حقوق الإنسان حذرت من انهيار المنظومة الصحية في العراق، لو تصف لنا الوضع الحقيقي لتفشي الفيروس داخل العراق وسط تعتيم الحكومي. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. حياك الله، مساء النور. سيدي العزيز، الوضع الصحي انهار بالعراق، انهار. نعم، أنا مسؤول عن كلام. أعداد المتزايدة، هذه هسه أنت بالتقرير مالتكم منفذ الشلامجة منذ شهرين، لا منذ شهرين مفتوح ولا يزال مفتوح، واليوم حصرا 35 عراقي، نعم على راس عراقيين، دخلوا المعبر لان كانوا عالقين بالحدود الايرانيه، دخلوهم ودخلوهم جو لاهلهم حصرا، يعني ما حجروهم. نعم. شوف المآسي. انا انطيك هاي وحده. وحده ثانيه، احنا ما عندنا الى الان مستشفيات حجر، ما عندنا اماكن حجر. يعني ما يسمى بين هلالي الحكومة من صار الوباء منذ 3 أشهر ما قدرت تسوي خيم التهمت عليها لحجر الناس، ما عدها. هذا اثنين. ثالثا، مؤسساتنا الصحية، كل مستشفيات العراق هسه ما تقدر 3000 إلى 4000 شخص تستوعب. يعني هذا هسه احنا ما عدنا الرقم أكثر من هذا. يعني أنا أنطيك أرقام. نعم. يعني دائرة صحة بغداد اليوم الكرخ 111، البارحة بس الثورة مدينة الثورة 86 إصابة من وراء لعبة. اليوم أنا أنطيك شغلة بالشعلة، عرس. يعني دولة بالشعلة، بالحرية، بالثورة، ماكو دولة. خصوصا هذه المناطق الشعبية المكتظة بالسكان دكتور إبراهيم، بالحرية كما هي بالأساس. بالضبط. يعني أنا اليوم ردت حبيبي، أنا بطلت حتى اللقاح والوباء كل شيء معي. إحنا عندنا شغلتين حبيبي، أقول أريد من كل المواطنين العراقيين يسمعوني. نعم حبيبي، التزم ببيتك 50%، البس الكمامة والقفازات 30%، لا تروح يعني التجمعات واللقاءات والدنيا 20%، ابتعدت عن المرض حبيبي، ابتعد عن المرض. نعم، هذا توجيه للمواطن، ولكن أين الحكومة وتتحمل، المفروض تتحمل مسؤوليتها في التعامل؟ للأمانة وصلك إياها، ما حد معترف بشيء اسمه حكومة، ليه دولة عصابات يحكمون البلد، نفترض سطر. نعم. أبلا يا حكومة، هي أنت شايف حكومة تذبح شعبها في سبيل دول أخرى تعيش عليه على مصايب البلد؟ حكومتي ايش هذه؟ فتح المعابر ودخول البضائع الإيرانية نعم لا تزال. بالضبط، هذا المجرى الوسخ اللي جاي يجيني من إيران، سده حبيبي، سد لي اياه بس شهرين. بؤرة الوباء في المنطقة إيران. بالضبط، تأييد كلامك يا سيد العزيز. شعبنا شعب والله طيب، والله شعب بسيط، بس يراد لتوجيه ابويا هيك تسوي. هسه الاجراءات الحكومه قبل شهر شكل وخلال هالاسبوع شكل. طيب انت هسه من تجي تقول لي على راسي الاجهزه الامنيه، انت الاجهزه الامنيه حشد وجيش وشرطه بحدود 3 ملايين، زين هذا كله معفي، هذا كله يمشي بالشارع. ليش؟ ايضا هناك اهمال للنازحين في مخيماتهم، وجود بعض الاصابات، هذه كارثه اذا انتشر. انا اعطيك رقم اليوم من سد التاجي 23 اصابه، من سد التاجي 23 اصابه في السجون ايضا. نعم، يعني من المفترض ان مصائب. نعم بالفعل، وهذا يعكس التعامل الحكومي السيء لهذه الازمه. شكرا جزيلا لك من بغداد الطبيب دكتور ابراهيم سليمان.